اليوم بتوب رح نحكي عن رسم الأيقونات. خلينا بداية نحكي عن تعريف كلمة أيقونة. شو معنى كلمة أيقونة؟ فكنسياً أوقات تستعمل عبارة كتابة الأيقونة ومش رسم أو مش فن. ليش كنسياً تفضل يمكن هيدا التسمية؟ ومين بحق له يرسم أيقونات؟ يعني هل بحق للعلمانيين أن يكونوا عم يرسموا أيقونات، أو هو شيء حكر على الإكليريكيين على الرهبان؟ طيب إذا بدنا نحكي شوي من الناحية التقنية، الخشبة اللي بدنا نستعملها للرسم، المواد اللي طيب فيك تعطينا هيك مثلا مثل الشيء اللي كنت عم تحكي عنه بالأول، مثل تيبس لحتى يعرف مثلا الشخص إنه القديس بالأيقونة هل هو شهيد، هل هو رئيس كهنة؟ يعني في ميزات بتبقى برسم القديس. بنعرف نحن إنه غير رسم الأيقونات على الخشب في رسم الكنائس، وهذا يمكن له تكنيك مختلفة عن رسم الأيقونة الصغيرة، إذا فيك تخبرينا عنه شوي. أنا بدي أسألك قد إيه معدل مثلا رسم الكنيسة، أو يمكن مش الكنيسة، فارس أو السقف أو مرحبا. طب جديد وأرثوذكس بودكاست جديد، موضوع جديد وضيفة جديدة. اليوم بتوب رح نحكي عن رسم الأيقونات، ولهيك ضيفتنا طبعا مختصة بهذا الموضوع. مرة جديدة اليوم معنا الأخت بايسية من دير ميلاد والدة الإله ببانوراما. أهلا وسهلا فيك عن جديد. شكرا. نحكي شوي بالأول، نحن بنعرف بالأديار أنه الأعمال الدير تبقى مقسمة على الرهبان والرهبات، ومن ضمن هالأعمال بيبقى في رسم الأيقونات، وحضرتك من الرهبات يلي بيرسموا أيقونات بالدار. خلينا بداية نحكي عن تعريف كلمة أيقونة. شو معنى كلمة أيقونة؟ الأيقونة هي هدفها أنه تنقل، بتخبرنا أو عن حدث معين، أعياد سيدية مثل مثلا أيقونة الميلاد، بس يطلع فيها الإنسان بيقدر يعرف كل حدث قصة الميلاد من وراء الأيقونة. هدفها تنقلنا حدث معين، أو إذا كانت عم تنقلنا قديس، يعني إذا نطلع فيها إذا كان قديس رئيس كهنة بنطلع من التيبة بيكون لابس تيبة الكهنوتية، إذا كان شهيد بيكون ماسك صليب بإيده. الأيقونة هدفها إنه تنقلنا من عالمنا الأرضي إلى العالم الآخر. مش هيك إذا واحد بيلاحظ بالأيقونة، الأيقونة ما في إلا عمق، في لطول وعرض، والعمق البعد الآخر هو بعد الملكوت. مانا 3D يعني مثل مظبوط. اوكي. طيب كنسيا اوقات تستعمل عبارة كتابة الأيقونة ومش رسم او مش فن. ليش كنسيا تفضل يمكن هيدا التسمية؟ يمكن مش غلط رسم الأيقونات، بس كتابة الأيقونات ليش بنستعملها كنسيا كتعبير؟ هن كل تعبير بيصبوا بنف بهدف واحد، لأنه هي الكتابة المرئية مثل ما الإنجيل هو الكتابة المكتوبة، المكتوبة هي الكتابة المرئية، لأنه الإنسان اللي حتى الجاهل اللي ما بيعرف يقرأ بيقدر يطلع على الأيقونة ويفهم سر الميلاد كله من وراء الأيقونة. طبعا هو إذا بدنا نحكي من الناحية الفنية هو يدرس، يعني الشخص بيدرس ما هيك ليصير بيقدر يرسم أيقونات؟ طبعا بيدرس، بس في كمان الموهبة، بده يكون طبعا الإنسان عنده بالأساس الموهبة لا يقدر يرسم. مثل أي شيء تاني يعني. أكيد. ومين بحق له يرسم أيقونات؟ يعني هل بحق للعلمانيين أنه يكونوا عم يرسموا أيقونات، أو هو شيء حكر على الإكليريكيين على الرهبان؟ هو ما انه حكر على حدا معين، بس هو اللي بده يرسم أيقونة هي، لأنه وقت الواحد بيرسم شغلة بينقل شيء من ذاته، وبالتالي مش هيك بتطلع في ايقونه بتبقى منا فوتوكوبي. الايقونه بتطلع بايقونه هي نفسها بتكون، بس واحد بيطلع فيها بلاقي في نفس، في نمط معين، ولانه اللي عم يرسم عم بينقل شيء من ذاته. مش هيك بالمفضل انه اللي بده يرسم ان كان راهب او علماني انه يكون عنده تحضير روحي، ان كان يكون عنده صلاته الخاصه قبل ما يقعد قدام الايقونه، اذا بده يرسم ايقونه القديس وبده يصلي بترباريت القديس. نحن بنكون عم نرسم بنكون خلال كل الوقت عم نقول صلاه المسبحه، بيكون جو هدوء لحتى اللي يقدر بالفعل ينقل شيء. يعني في مثل ما في تحضير بالعملية التقنية، في تحضير روحي، وخلال الرسم كمان بده يكون في استمرار بالصلاة. 100%. طيب إذا بدنا نحكي شوي من الناحية التقنية، الخشبة اللي بدنا نستعملها للرسم، المواد اللي بتستعمل، مميز بالمواد مش ألوان شو ما كان، هو كمان مش هناك بحب بده يكون مختص بهالشيء، لانه اول شيء المواد هي بودره، والبودره ماخوذه من معادن طبيعيه، من اعشاب طبيعيه، من احجار كريمه طبيعيه، بتنعمل بودر، وهالبودر بتنخلط مع البيض وبتنرسم. والخشبه هي من الطبيعه،
مش ألوان بلاستيكية مثل ما بنرسم أي شيء تاني. يعني هي مواد ما بتنشرها من السوق مثل ما بنروح بنشتري شيء للبانتور او لاي نوع رسم في ثاني. محلات خصوصي بنشتري، بس في محلات خصوصي بتبيع بس أشياء لرسم الأيقونات. طيب فيك تعطينا هيك مثلا مثل الشيء اللي كنت عم تحكي عنه بالاول، مثل تيبس لحتى يعرف مثلا الشخص انه القديس اللي بالايقونه هل هو شهيد هل هو رئيس كهنه؟ يعني في ميزات بتبقى برسم القديس. إيه إذا كان راح بيكون لابس ثياب رهبانية، إذا كان رئيس الكهنة بيكون لابس ثياب الأسقفية مع التاج، إذا كان شهيد دايما بيمسك صليب بإيده، إذا كان إنجيلي دايما بيحطوا له الإنجيل بإيده. هدول أشياء صغيرة بسيطة اللي بيقدر واحد يعرفها من سير القديسين. ومؤخرا هلا صرنا اوقات بنشوف قسم من سيره القديس او حدث او عجيبه معينه مرسومه بايقونه، يعني الايقونه منها بالحدث بس مربوطه باحداث الانجيل، ممكن تكون حدث من اي حياه قديس غير الوجه، يعني ممكن ينرسم اي عجيبه او اي ايه اكيد، ايه حتى في ايقونات الديسنت بيبقى ايقونة القديس بالنص ودير منظار بتبقى كل حياته. بنعرف نحن انه غير رسم الايقونات اللي على الخشب في رسم الكنايس، وهذا يمكن له تكنيك مختلفه عن رسم الايقونه الصغيره، اذا فيك تخبرينا عنه شوي. التكنيك تكنيك ما كتير بيختلف، الفرق اكيد على الحجم الكبير اصعب بكتير من ان واحد يرسم ايقونة صغيرة، بدها دقة أكتر انتباه أكتر، وطريقة الألوان اللي الواحد يفوت فيها الاتابات بدك مختلفة بتكون شوي. بس وكمان حتى على الحيطان في طريقتين، يعني في منهم بيرسموا على المشمع وبعدين المشمع بيلزقوه على الحيط، أو في ناس مثل ما نحن كنيستنا بالبانوراما اللي عملينا بنرسم بنحضر الحيط، بيتحضر الحيط ودغري بيصير رسم على الحيط. وهون كمان في كتير صعوبة لأنه في كتير رسامين بيمرضوا من وراء هذا المرض من وراء هذا الرسم، لأنه إذا واحد عم بيرسم البلافون يبقى كل الوقت راسه لفوق يعني وإيده لفوق وعم بيرسم، يعني صعب كتير رسم الكنايس، مش هيك أوقات بياخد وقت كتير كمان. كان بدي أسألك قد ايه معدل مثلا رسم الكنيسة، او يمكن مش الكنيسة بارت او السقف او يعني معدل الوقت؟ هلا في كنايس بتاخد سنين لينرسم بس الهيكل، يعني بعرف انه بكنايس بس الهيكل لينرسم اخذ 5 سنين، بينما ايقونة صغيرة بتاخد ممكن 15 يوم. طبعا بين الايقونة الصغيرة والكنيسة طبعا في فرق. بدنا نشكر كثير نحن انه كنت ضيفتنا مرة جديدة بتوب شكرا والله، اهلا بكم. توب جديد وموضوع جديد. انطروا.